اتحداك في اي برنامج ثاني وانت تسالني فيه واجيب مصورين يجيب مصورينك عشان ما تمنتج بكيفك وورني كيف تقدر تدير الحوار. الانسان دائما يخطئ ويتعلم من خطاه، صح ولا لا؟ اول شيء لقائي مع شعيب، نفتح الموضوع، الموضوع طويل جدا. لقائي مع شعيب كانت بيننا اتفاقات، اقسم لكم بالله العظيم، اقسم لكم بالله العظيم انهم ما خلفوها. الشيء الاول اللي هو قالوا ما في تحت الطاولة نهائيا، قالوا هالموسم ما في تحت الطاولة وحلقتك ما في تحت الطاولة. الشيء الثاني انا استفسرت اكثر، الحوار يتكلم عن ايش؟ قالوا الحوار يتكلم عن مجال الشيلات فقط لا غير، قسما بالله المحادثات موجودة، الملاحظة الصوتية موجودة. قالوا لي باللهجة الكويتية بدر لا تحاتي الموضوع، الحلقة قسم بالله راح تكون سهلة جدا، مجرد أسئلة كم تأخذ عن الشيلات، تفرقة المشيدين، كثرة المشيدين في السعودية، الله يلعنكم ذبان، الله يلعنكم. راح تطرق لي للسياسة، كلمتهم كذا مرة قلت ترسلوا لي الحلقة أبي أشوفها، ما حد رد علي. مهم الوقت. مساء الخير للجميع، ندخل في الموضوع دايركت. ايام الويكندات ما نزل سنابات، اكون خارج نطاق التغطيه وما لي خلق شيء. الايام العاديه انزل فيها سنابات. ندخل في موضوعنا. شفت حلقه شعيب مع المنشد بدر، وما عجبني اللقاء نهائيا، ولا عجبني شعيب ولا شعيب مسمي انا، ولا راح يعجبني ابدا. وشفت رد بدر في سنابه المنشد، وقال انهم اغدروا فيه وكذبوا عليه وخانوه ولفوا وداروا عليه في السيناريو والحوار وقلبوا الموضوع سياسي واستقعاد عليه. طبعا هذه غلطة بدر انه ما وقع على الاتفاقية بشكل رسمي بحيث يقدر يحاجهم بعدين، غلطة وراحت. تعال انت يا اوباما المضروب، انت ابو شعر ابيض، خلنا نتفاهم معك يا مذيع شعيب. اين المهنية؟ اين الاخلاق؟ اين اللوكيشن حق بيتكم؟ خلنا نتفاهم معك. يعني ما عندك مهنية، كذبت على المنشد بدر وخدعته وخونت فيه، ولا عندك أخلاق البنت السعودية اللي استضافتها مع أبوها وتسألها عن الحب. يعني أنت وجهك مغسول بمرق، ولا تستحي، ولأي كلام بقوله لك ما راح يأثر فيك. بس أنت إيش مشكلتك مع السعوديين؟ يعني أول قبل تشتهر تغريداتك القديمة تسب السعودية سلكناها لك، أيام قطر تراس الغنم الدوسري المشكلة هذه عدت على خير، نقول بردا وسلامة عليك. اما كل فتره تتحوف السعوديين، ما حد مالي عينك. اذا ما حد مالي عينك ترى انا اقدر املي عينك واخلي السعوديه كلها تملى عينك يا اوباما المضروب. انا اتحداك في استضافه في برنامج غير برنامجك، لانه ما اتشرف اجي في برنامجك. اتحداك في اي برنامج ثاني وانت تسالني فيه واجيب مصورين يجيب مصورينك عشان ما تمنتج بكيفك، وورني كيف تقدر تدير الحوار معي. انا اتحداك قدام الناس كلهم يا شيخ، إذا قدرت تمشي سؤال واحد تقدر تمشيه زين، أنا ما أكون رجال إيش نبي أحلقه. بس اللي تستضيفهم أنت ما يبردون القلب، والله ما تعدي والله. بس تخسي أجلسك مع سواقي تخسي أجلسك معه. عموما أي مذيع وأي إعلامي يحاول يقلل من السعوديين والسعوديات، أحب أقول لك ما نلبسك نعلة. الكلام لجميع المذيعين، مش مخصص مو اي واحد. اي واحد يقلل من السعودية والسعوديين والسعوديات نقول لك نعال ما نلبسك، لانك ما تقدر تجينا الا باللف والدوران. ما حد يقدر يجينا سيدة يضيع معنا، لان احنا النظام نمشي عدل، عدوك يحتار فيك. انت بتسبدي اوباما التقليد ذا، اوباما الصيني مسوي هالشيبات ما بيغطيها بشماغ وعقال عشان تبيني قاله سكسي. بيبسي والله بيبسي سكسي، شيبات على واحد ملامحه زينة مزيون، أقل شيء يكون عنده أخلاق. أنت لا سيرة ولا أخلاق ولا وجه ولا لولا الله ثم السعوديين اللي تستضيفهم وعندهم جمهور يتابعون المشهور حقهم عندك، ولا ما حد درابك. شعيب مجال يوم سالفتك ونقلت برنامجك والباص حقك القطر، ما عد سمعنا عنك أي خبر واختفيت نهائيا، ما أنت مبين. رجعت الرجعة القوية هذه من وراء ظهر سعودي عشان تعرف قوة السعودي، قوة الإعلان. هذا منشد يعني مش مشهور قوي، منشد شيلة واحدة له في تاريخه. شفت شلون رجعك للأضواء؟
شلون اللي يجيك مشهور قوي او واحد مثل يعطيك لك كفين، كفين اعلامية طبعا مو كفين حقيقة. المهم يا شعيب دواك عندي ان شاء الله قريبة. اما بالنسبة لصدام حسين، يا اهل الكويت، لما اقول انا احب صدام حسين انا ما قلت ان اكره الكويت، انا احب الكويت واهلي وناسي وانا من مواليد الكويت، حب هذا مفصول عن هذا. بالنسبة لشجاعة صدام ويقول شعيب او شعيب يقول ان صدام طاغية وذبح 300 كردي بالكيماوي، صدام شجاع لانها اقل شيء رمى 39 صاروخ على اسرائيل موثقة بالفيديوهات في اليوتيوب تقدر تشوفها. بالنسبة للثلاثمائة كردي، الثلاثمائة كردي الأكراد فيهم شيعة وسنة وفيهم نصارى، الأكراد اللي ذبحهم صدام ساكنين على حدود إيران وفزعوا مع إيران في حرب إيران ضد صدام حاولوا يقتلونه، هذه اسمها خيانة عظمى. بالنسبة أنك تقلب على رئيسك خيانة عظمى، كيف قتلهم كيف عقبهم شيء راجع له، بس أنهم خونة كانوا، ما ذبحهم عشانهم شيعة، العراق مليانة شيعة، ذبحهم عشانهم خونة حاولوا يقتلونه. اما بالنسبة للمنشد بدر، تبقى ولدنا واخونا ولا صار شيء، وندري ان عمرك صغير وندري انك واجهت ناس فيهم خباثة وانت فيك طيب نية وجاية على وضح النقة وعلى العلم والوعود اللي اعطوك اياها وجاية معطيهم الامان، لا تعطي الامان الاشكال هذه، لكن عموما ما صار شيء. ولو محنا مصدقينك يا منشدنا العزيز ما فزعنا لك ولا فزعوا لك الجمهور ولا فزعوا لك في الهاشتاقات وشبوا عليه. من شكله ضايق ان ضايقها تقول الله يقلعه تفهم معه قلت Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.